نهارا تخلد الذكرى 51 من رحيل المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي. يتجرج الرمز زي الرموز ماشي غير من جهه الريف بل المغرب والعالم باسره. رجل الرمز تجيب شيء كما غير سمعه ريفيين طيبه كاع العالم يكمل، لان أموك من المجموعة القادة اللي ناس اللي حارب ضد الاستعمار، أم هوشيمين أم شيكيبارا، تعتبر أحد رواد ماشي أحد من رائد المعركة التحرر زي الاستعمار. أما أوتسيتونغ الناس ما كانش مغيتوسيم، قال الأستاذينو هو عبد الكريم الخطابي يمكن تحم قاسكم واش الدروس اللي مشانش، وذا تستحضر المرحلة السياسية كيف أن ماسك عبد الكريم الخطابي إعانة بزاف سي ودان السياسة، ويجعل بأن العودة ينس إلى المغرب حتى الجوخ حتى الرفات ينس ثم تخضع لصراعات سياسية. ذين بزاف الأطراف يريد الزوشي عبد الكريم الخطابي دي عقب المغرب، يرو الزنشي هذه المصارحة أق الملك المغرب أطرف عاد روخ خدم باش نتاريشي الروفاتينس زي القاهرة المغرب. الأطرف كنا استور خسن قناقة استور دخل الأطرف عمصو مغرب نلمين تعنا الأطرف، ولكن لأنه تجيبو معروفين الأسماء قاموا كان جانز جان اثنين وخد جان لاوانسان جان إجا الفكر ني يجي قال بأن يخسن أزم دائما الوضعية بين عبد الكريم الخطابي الدولة المغرب باش هذي قيم ذين باش ربما دكذن خل مصاري حسن ودكذن أني نفس خل الحكم أني نفس خل الوزارات أني نفس خل المصالح، إذن ففضلا أتسجن ذيني. وذين كذلك وذين مع الأسف النو خلين ذين يرزون الأزمة الوضعية عاود باش ودن تاريشي الروفاتينس. لهذا فاش درخت المناسبة لتجديد دعوة الدولة المغربية باش نخدم جميعا بإعادة الروفات محمد عبد الكريم الخطابي الوطنيز أسوقع جن عودة، ولكن جميع سجن استقبال رسمي بناء اسمنا اني جن ضريحين خاص لجن مكتبه تحمل اسمينس لجن تسمى وتجيب عوده عاديه في العوده لجن احد رموز البلاد الدوله. ومنايا خص دائما يجن مجهود جبار ذوي النوايا الحسنه، وزيو ذا المغج النوايا الحسنة هو الملك محمد السادس، لأن أموكي جاج دس محمد الخامس إزرام مولاي محمد ديال القاهرة نتا غير يدور الملك محمد السادس أول حاجة يطلب هو اللي يستقبل سعيد الخطابي ميس مولاي محمد داق الحسيمة والناس سعيد الملك الناس تهلا قارف الناس زعما مالين ما كون هاني قال شد ديال مجهود مغا روح الله يرحمه ولا سعيد لا مولاي محمد الله يرحمهم جميعا، ولكن خصنا أن المجهود مرة أخرى لأن خصو نتحر شي باش نطلب زيد الدولة وعلى رأس الدولة جلالة الملك باش هذيك يجن عودة مشرفة لأحد رموز هذه البلاد والوطن، وباش نستخلص جميعا العبر والحكم زي الأقوال الكثيرة قلنا والهامة جدا. وكذلك لأن انت لو تعجب شي النفاق، ولكن مع الأسف الحوك إلى دائما ذين بعض المنافقين يجعل هو تتسع بين الدولة وفكر الخطابي إلى يومنا هذا، وكذلك دور الاستعمار اللي خلينا تأكيد أنه يتعايش الدور خلي دروخ باش ذاكرة النغو وتنسترجع شيء ذاكرة الكفاح ضد الاستعمار وتنسترجع شيء المطنة
وشكرا.